سلام، انا معاد احبوش. في هذا الفيديو غنكملوا الفيلم ديال ازمه المدينه والريف، التهيئه الحضريه والريفيه، وهذا الجزء الثاني ديال هذا الفيلم. اللي ما شافش الجزء الاول يضرب عليه طلا، راه غنخليه في الديسكريبسيون، غنخلي اللين ديالو، ضرب عليه طلا باش تفهم الفيلم كامل. مهم، في هذا الجزء غنشوفوا اشكال تدخل الدوله باش تعالج ازمه المدن والريف. اوكي، نبداو بشنو دارت الدوله باش تعالج ازمه المدن. في المدن تدخلت الهيئه الحضريه، زعما المؤسسات والوكالات والجمعيات والاطارات، وتدخلت سياسه اعداد التراب الوطني. علاش دارت هذه سياسه اعداد التراب الوطني؟ سيرجع للدرس الثالث. وثلاثه ديال المجالات اللي بانت فيهم تدخلات ديال برامج التهيئه الحضريه وديال اعداد التراب الوطني، كاين عمرانيا وكاين سوسيو اقتصاديا وكاين تجهيزيا. عمرانيا صوبوا تدابير قانونيه، بحال ملي حطوا القانون ديال التعمير، زعما الا بغيتي تعمر تسكن في شي مدينه خاصك تخضع لشي قوانين، ماشي غير اجي وعمر ديك البلاصه. بحال القانون ديال التهيئه العمرانيه اللي حتى هو تيخص نفس المجال ديال كيفاش تسكن والوثائق والقوانين. ودارت تدابير مؤسساتيه، بحال ملي صوبوا معهد الوطني للتهيئه واعداد التراب الوطني، والوكالات الحضاريه والمفتشيات الجهويه اللي كيخدموا على اعداد التراب الوطني في كل جهه في المغرب. هادشي كله كيخص الموارد الطبيعيه واعداد التراب الوطني. الدوله كذلك دارت الوكاله الوطنيه لمحاربه السكن غير لائق، يعني دوك صحاب البرارك صحاب السكن العشوائي، هاد الوكاله دارت باش تحاربهم. وصوبوا كذلك تدابير تقنيه. شنو هي التدابير التقنيه؟ داروا فيها البلانات ديال المديريه للتهيئه الحضاريه. التهيئه الحضاريه يعني التهيئه اللي كتخلي المدينه تسمى بمدينه، راه هي التهيئه الحضاريه، يعني الطرقان، الديور، المباني، هذه هي التهيئه الحضاريه. اوكي، ودارت تصاميم التنطيق، يعني البلاصه كيفاش تستعمل، يعني الجغرافية كيفاش تستعمل البلاصة اللي غيكونوا فيها الديور، البلاصة اللي غيكونوا فيها اللي غيكون فيها المارشي، البلاصة ديال الشارع، البلاصة كل بلاصة كتخص حاجة. هذا هو تصميم التنطيق. كيفاش تدخل إعداد التراب الوطني في المجال العمراني بالمدن وجهات الاهتمام ديالها باش تحارب السكن العشوائي؟ وهذا الشيء شفناه في كازا وبزاف ديال المدن. وسهلات الوثائق ديال التعمير، زعما الا بغيتي تسكن ولا شي حاجة. هاد الشيء اللي دارت الدولة وسياسة إعداد التراب الوطني في المجال العمراني. أجي نشوفو المجال السوسيو اقتصادي شنو وقع. الدولة صوبات فيها أنشطة اقتصادية كتعطي صالير وكتوفر فرص الشغل وكتشجع على الاستثمارات الخاصة، زعما الناس اللي بغا دير مشروع ديالهم، يعني ما يتدخل فيه حتى واحد وبلا دعم. وهذه من بين الحوايج اللي كتشجع الدولة أنها دار. كذلك الدولة دارت دعم للمقاولات الصغرى والمتوسطة، يعني الشركات اللي الله بدات، الشركات الصغرى، الشركات المتوسطة، أصحاب المحلات، أصحاب القهاوي، أصحاب الأسواق الصغيرة. الدولة شجعت التعاونيات اللي بغت تلقى حلول للمشاكل الاجتماعية في المجتمع. الدولة دارت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. الدولة دارت برنامج المدن بلا صفيح في 2004. هاد الشيء كله دارته الدولة في المجال السوسيو اقتصادي. أجي نشوفو شنو دارت سياسة إعداد التراب الوطني. إعداد التراب الوطني دعم ديك التنافسية ما بين المدن بالتجهيزات الجماعية، بحال الجرادي، الأشجار، الأسواق، الملاهي. مادام مدينة كتنافس مع مدينة على هاد التجهيزات الجماعية، المدن كتقوى وكتولي قوية. إعداد التراب الوطني رد الاعتبار للصناعة التقليدية وحارب الأمية وحل المشكل ديال الإقصاء الاجتماعي، طبقة أحسن من طبقة. أوكي، سالينا دابا شنو دارت الدولة وإعداد التراب الوطني في المجال السوسيو اقتصادي. أجي ندوزو للمجال الأخير اللي هو المجال التجهيزي ونساليو من المدن. في المجال التجهيزي الدولة فتحت أوراش عمومية، ورشة عمومية كتوفر تجهيزات للمدينة بحال الكراسة ديال الجرادي، التجهيزات الرياضية إلى آخره. والدولة خلات شي خدمات عمومية لشركات أجنبية، مثلا بحال القناطر، الأسواق الكبيرة، المباني الكبيرة إلى آخره. ودارت وسائل نقل جديدة في المدن بحال التراموي اللي كنشوفوه، بحال قطار البراق اللي دار في 2018، والقطارات السريعة.
الدولة خلقات شي مساحات خضراء بحال الجرادي بحال الأشجار، هذا الشيء اللي دارت الدولة في المجال التجهيزي. دابا شفنا كيفاش تدخلت الدولة باش تعالج أزمة المدن، أجي نشوفو كيفاش تدخلت الدولة باش تعالج أزمة الأرياف. في الأرياف تدخلت البرامج ديال التهيئة الريفية، وحتى هي تدخلت فيها سياسة إعداد التراب الوطني. هاد التدخلات بانت في ثلاثة المجالات في الأرياف: المجال الاقتصادي، المجال الاجتماعي، المجال التجهيزي. المجال الاقتصادي تطبق برنامج التنمية المندمجة للمجال الريفي، يعني المشاكل ديال الأرياف دار لهم واحد البرنامج ديال التنمية باش يتنموا، دار كذلك برنامج الاستثمار الفلاحي بالمناطق البورية، المناطق اللي كبرات، المناطق اللي ما بقاش فيها صلاحات الزراعة، داروا فيها واحد البرنامج باش يتحل هذا المشكل، ودار البرنامج الوطني لمكافحة التصحر. سالينا من المجال الاقتصادي، اجي نشوفوا المجال الاجتماعي. في المجال الاجتماعي تطبق واحد البرنامج ديال الأولويات الاجتماعية، يعني دعم التمدرس والمحو الأمية، بناء المستوصفات، بناء المدارس، بناء المستشفيات، كاع الحوايج اللي كيخصوا المجتمع والمجال الاجتماعي بصفة عامة. كذلك حتى في الريف دارت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وهذه المبادرة هي اللي كتلقى الحلول باش التنمية البشرية ترتفع في الأرياف. هنا غنكونوا سالينا المجال الاجتماعي، اجي ندخلوا في المجال التجهيزي، المجال الاخير في هذه التدخلات اللي دارت الدوله في الارياف. المجال التجهيزي دار واحد البرنامج باش يزود، يعني يعطي العالم القروي الماء الصالح للشرب، وبرنامج كذلك حتى هو دار الكهرباء، يعني الموضوع دار لهم برامج خاصه في المجال القروي في الارياف. في الريف دار البرنامج الوطني باش يقادوا البنية التحتية في الريف، باش يقادوا الطرقان، باش يقادوا البلايس اللي كيمشيو منهم الناس، ويخرجوا بلانات التهيئة الريفية، يعني كفين غيجيو الديور، فين غيجيو الطرقان، فين غيجي الشارع، فين غيجي البلاصة منين يتقداو الناس، يعني البلاصات المدروسة بالتدقيق. ودار هذا البرنامج كذلك باش يحد من الفوارق الجهوية والمجالية، يعني بلاصة حسن بلاصة، بلاصة مهمشة بزاف ما فيها لا سبيطارات لا منشآت لا والو في المغرب، وبلاصة أحسن منها فيها منشآت وسبيطارات وكل شيء موفر لها، نو هذا الشيء دار هذا البرنامج باش يحد من هذه الفوارق. ايوا سياسة إعداد التراب الوطني حتى هي تدخلات باش تنمي المجال الريفي، وركزت على بزاف ديال القضايا سوسيو اقتصادية. إعداد التراب الوطني عاقب اللي الريف راه متأخر اجتماعيا على المستوى ديال التمدرس، الصحة، تعزيز التجهيزات العمومية، وداك الشيء علاش حسن ظروف العيش، خلق فرص ديال الشغل، وطور الفلاحة، ونوع الأنشطة الاقتصادية باش الريف يتقدم اقتصاديا واجتماعيا. إعداد التراب الوطني غيدير تنمية للمناطق البورية اللي دوينا عليها، وغيقترح حلول اقتصادية فعالة باش يأطر الفلاحين ديال الريف، وغيشجع على الاستثمارات الخاصة والعامة. هادشي كله داروا إعداد التراب الوطني. هنا غنكونوا سالينا هاد الدرس هذا اللي طويل شوية وجزأته باش يتفهم مزيان، كنتمنى تكون فهمتي هاد الدرس هذا مزيان، وإلا ما فهمتيش عاودوا وعاودوا حتى يدخل لراسك وراه غتفهموا في الاخر. ها الانستغرام ديالي لتحت لا بغيتي تناقش معايا فشي حاجة. شكرا لك على الاستماع ديالك ليا، إلى اللقاء.